طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. ألو؟ امتحان الصباح هذا الساعه، والله الا واخا ما قشعت والو ان شاء الله يكون خير. الوالد مسامح الحمد لله، امتحان جاز على خير وبخير. بالنسبه للمواد كل واحد على حسب بريباراسيون ديالو ديال اللي وجد له، كاين اللي جاتو صعيبه كاين اللي جاتو سهله. بالنسبه لماده الفيزياء كانت ما بين وما بين على حسب الخدمه ديال كل واحد. بالنسبه اللغة الإنجليزية الحمد لله كانت مزيانة وكل شيء كان في تمام والحمد لله، إن شاء الله يكونوا النتائج مزيانة إن شاء الله في هذا العام. حراسة كانت مزيانة، أساتذة كانوا قايمين بالواجب ديالهم، كل شيء كان معوض الحمد لله. أجواء في الحقيقة مزيانة، هو امتحان فيزيكا شوية صعيب، عرفتي علاش؟ واحد الدرس ما طاحش في المقاضاة اللي هو الموصول، والصراحة ولكن لونجلي سهلة، يعني اللي خدم لونجلي ماشي شي حاجة. هذاك الشيء الصراحة امتحان كان في المتناول، داك الشيء سويش مزيان، غير شنو في الصباح الفيزيك كان شي شويش أسئلة معقدين شويش وصافي، أما التباقي داك الشيء في المتناول. والله يوفق الجامع والله ينجح الجامع إن شاء الله، وإن شاء الله كاملين بينا ننجحوا إن شاء الله، ما يكون غير خير إن شاء الله. وعلى الله هذيك الماط هي اللي خايفاني منها، هذيك الماط المعامل ديالها سبعة وداك الشيء كيطيح طويل، ما هي اللي كتخلع عنا، أما الماط هي اللي شويش صعيبة. وكنتمناهم الله يوفقنا غدا إن شاء الله. حراسة هيدا وهيدا، كاين اللي خلاوها دراري صحابنا خلاهم، كاين اللي ما خلاوها شي، وعلى الله يكون خير ان شاء الله غدا في الماط وصافي، والله ينجح الجامع والله يوفق الجامع. الصباح تعداو علينا صراحه، تعداو علينا الصباح فيزيك، اطيحوا لنا ديك الشيء ما عرفناش صراحه، مي ديك الشيء ما جابوه. ايوا في لونغلي صراحه مزيانه ما عندناش شي مشكل، ولكن فيزيك تعداو علينا الله ياخذ فيهم الحق. الحراسه معوطه، ولكن واخا الحراسه فهمتي خاصنا امتحان كان شويه صعيب صراحه، ولكن فهمتي صح. الله الامتحان هو هذاك المتناول اللي حافظه هو جا، واللي ما حافظتي حتى هو صح. دابا لونجلي والله الا هي هذيك هي حق الله. الصباح والله الا سهل، واخا ماشي سهل، هذا ناجح واخا ما من والله الا هو هذاك حق الله، الله يعزك.